السلام عليكم. انا بسالك سؤال على التاريخ بحتي كويس. اسمع، عندي سؤال. الزول ده كبير قال الخوارج هم بيقتلوا المسلمين مش؟ ها؟ اول حاجه عندي ثلاثه سؤال، عندي ثلاثه سؤال هنا. الشيخ بني الشيخ محمد بن الوهاب بالنسبه لكم شنو؟ بالنسبه لكم انت شنو؟ اسمع سجل كويس. الشيخ محمد بن الوهاب بالنسبه لكم شنو؟ على حسب كتب التاريخ، على حسب كتب التاريخ، الكلام ده التاريخي موصل، بدك انت تعال فندوا وبرروا وانقلوا. محمد بن عبد الوهاب اثناء الثوره الوهابيه قتل المسلمين كويس؟ اثناء الثوره الوهابيه قتل المسلمين. التاريخ الموثق بكتب في زمنه المعاصر، في زمن العصر من ضمن كتب اخوانه السلفيين كتبوا ينقد كتاب كتب على اخوه اسمه الصواعق الالهيه لرتل الوهابيه. انت من كنت الناس يا اخي بتلقى كتب تاريخ؟ انا من ضمن الناس كتب تاريخ ده وامكاني اجيبه يعني فيما بعد كويس. اذا كان محمد عبد الوهاب انتم شيخكم وغدوتكم، بمعنى انتم خلاص يعني انتم والخوارج كلكم سوا، ولزوم شنو هنا يا اخي انتوا السلفيه ولبس؟ اللبس ده والله هو ما حق الرسول ذات، لبسكم ده ما حق الرسول. اللبس ده بتاع محمد بن الوهاب النجدي، الشكل ده بتاع عبد الوهاب ذات حجابه زي اخوان المسلمين زمان حسن منا لبسهم بيوت ونسام هنا وذات محمد بن الوهاب لبسهم كده يا زول. شكرا. طيب والله يا اخوانا الداخليه دي انا قبيل قلت لكم كلمه تذكرتوها قبيل، بس مشوها على كده. طيب الحاصل قال اللبس بتاعه قلنا ده ما حق الرسول، ده بتاع محمد عبد الوهاب. انت لبس محمد عبد الوهاب شفته وين؟ في الكتاب راسمينه محمد عبد الوهاب ولا مصورينه؟ انت الشيء اللي خلاك تعرف انه ده لبس محمد بن عبد الوهاب وده ما لبس الرسول شنو؟ في مرجع؟ أنا قبيل أديت حديث بتاع محمد عبد الوهاب ولا حديث الرسول؟ ومش أديت مرجع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الشمائل المحمدية ولا حديث في البخاري وفي مسلم وفي غيرها من الكتب. البخاري ده تعرفه بتين؟ دقيقة مهل مهل. أنت عارف الكتاب بتاع البخاري ده بتين؟ البخاري ده قبال محمد عبد الوهاب بقريب 700 سنة. يا اخواننا معقول يكون البخاري شاله من محمد الوهاب كتبه ولا كيف؟ قباله ده زي ذكرني مره في الجامعه كان في استاذه بتدرسنا قالت ابن تيميه وهابي. يا ناس انتوا ما بتفهموا؟ ابن تيميه مات 728 ومحمد عبد الوهاب 1212. اللي بيخلي ابن تيميه يبقى وهابي شنو؟ الورى الورى اول متقدم ينسبوا لك جه بعديه. وحتى هي لو من ناحيه انه الفكر واحد او المنهج واحد، مفترض تقول محمد عبد الوهاب تيمي او تابع لابن تيميه، ما تقول ابن، لانه ما ممكن ابن تيميه ياخذ من محمد عبد الوهاب. انت شربت شنو الليله؟ بزيانوس ستيم تفاح؟ ايوه. يلا نمشي للنقطه اللي بعديها. زول يا اخواننا مستوعب معانا حتى الان لحد اللحظة اللي علي دي هو معانا ماشي كويس. طيب قال الكتاب بتاع اخوه، كتاب اخوه ده صوفي وما ممكن يكون المرجع على الزول اللي بننقد به يكون من كلام اعدائه عنه. انت افهم ده برضه في الجدل وفي النقاش وفي المنطق، من قواعد المنطق والنقاش انه انا ما بلزمك بقول خصمك فيك. يعني الليله انت مثلا انت تابع لافرض سلمنا جدلا كده انك انت تابع للفكر مثلا الشيعي، طيب وفي واحد ثاني شيوعي يتكلم فيك انت، انا ما بجي بشيل كلام الشيوعي اللي يتكلم في الشيعي واقول لك ده دليل عليك، ده الغلط ذاته. زي الان الشغل اللي بيقولوا الوهابيه، شغل اللي بيقولوا اسمه ديلك شنو الصوفيه، بيقولوا لك الوهابيه يتكلم فيهم مستر همفر، ومستر همفر قال عنهم وقال عنهم. يا اخواننا من الجدل والمناظرة
أنا ما بتكلم عن الإنسان بكلام خصمه فيه، إنما بتكلم عنه بكلامه، أقواله، أفكاره، معتقداته، الكتب في كتبه أو القال بلسانه. عرفتك؟ فالكلام الكتاب بتاع أخوه اللي أنت قلته، أنت مركز معاي، كتاب أخوه ده، ده كتاب صوفي، صوفي، عدو ليه، ما ممكن كتاب عدوك أنا أجيبه دليل عليك. ما أنت سألتني تاني، ما تسألني، يا إخواننا الزول ده مش سألني، ده داري عيد لي سيلته تاني تحت. يا أخي أنت كترت يا أخي الليلة. طيب قال الخوارج اللي قتلوا المسلمين ومحمد بن عبد الوهاب قاتل المسلمين، ديك حروبات اللي دارت بيناتهم كانت حروبات في قضايا بتاع التوحيد، قضايا بتاع التوحيد، وبغض النظر عن مجريات الحروبات ودقة التفاصيل اللي كانت فيها، فدي تعتبر من ضمن الحروبات اللي تمت بين الناس، بعضهم يرى البعض كافر، بعضهم يرى البعض خرج عن الإسلام إلى آخره. دي ما بتعتبر من حروب الخوارج، لأن حروب الخوارج، الخوارج بحاربوا المسلمين، مسلم عديل بحاربك. أما كون زول ارتد عن الإسلام وخرج عن الإسلام، ودي لو تابعت التاريخ بتاع محمد عبد الوهاب، إنه القبائل ديك رفضت التوحيد وأشركت بالله وكانت تعبد في القباب وتعبد في الأضرحة وخرجوا عن دين الإسلام، فقاتلهم بناء على ذلك. وكان قتال بتاع حكومات في النهاية، ما قتال بتاع شنو، بتاع زي داعش، تسلط على الأفراد.